شكرا. مو اللي كان تريد يصفق ام مرتلخ؟ اتشرف. تتخيل خجلت وانا صار لي سنين ما خجلان. تفضل استاذ كامل المهيد حبيبي، انت ايش تؤمر؟ احنا حاضرين. شنو هذا الخبر مال قصي منير؟ ما ادري شنو قرا لي ام مرتلخ. والله يا استاذ قصي منير ارد اشتكي لك اني باص طيب الناصريه هو وجماعته وحاجزيهم على مود ايباد. الايباد مال دودي؟ هذا منو دودي؟ ضابط عندنا. تعدكم ضابط اسمه دودي؟ هو اسمه داود بس اني ادلعه اسميه دودي. هذا دودي اكيد شكله نابع من اسمه اكيد. شاب كيوتي خبر. الله. هاي باب فوتي. السواد اللي بعيونه وسط لحيته. هذا دودي؟ دودي. من الاخير هو مربع. شكله مثل الزار. يعني أنا والمنتسبين نجيبه بالواجب ونشمره. شش. يك. بنجودو. أنت شايف أصبع دودي؟ دودي أصبعه مفرزه. من نريد ننصب سيطرة يمد رجله هيك نسد الشارع. بعدين تخيل سناب شات سووا فلتر على مودي. على مودي دودي؟ إيه. سووا له فلتر كنتوري. هذا فلتر سبلت استاذ. لا مو هو اي فلتر ما يرهم على وجهه، فهذا الكنتوني خاطر وجهه ما يطلع اصلا. بعدين تعال احكي لي ودودي، دودي هذا حبيبي شو مسوي؟ استاذ قلت له قصي منير هو وجماعته على مود ايباد تقبل؟ دبسك؟ عفيا بيك استاذ. ما يستحي. هيك اريدك. طيح الله حظه. الله يخليك. لك اني لو مو كان دودي كان قصفتهم بعنقودي. أنا لو ضايع عبادي كان وصلتها للعبادي. أما إذا فاتوا على الملفات أخلي طوقهم سوات. ما قصروا أستاذ، طوقوهم. طوقوهم. بعدين هم راحوا له بوقت غلط. ليش؟ هو كان مسترخي دا يسمع موسيقى. هو من يسمع موسيقى أبوه ما يعرفه. أكيد موسيقى كلاسيكية بيتهوفن. أبو سكيني. كل شيء يحب ابو سكيني يهدي اعصابه. ارد اسالك سؤال واحد. اي اسال. كل ضباط الداخليه مثلك؟ لا اكو ضباط نظاف. شنو 2017 اكو ضابط ما ياخذ رشوه؟ ليش؟ تقدر تعرف لي اصناف الداخليه شنو؟ لو ضابط مشهور بنظافه الايد لو كامل مفيد. الله.